الشاهد الثالث على إصلاح مواقفه الإصلاحية أو المواقف الإصلاحية للشيخ هي فتاواه. وللشيخ ذكرت كثير، يعني للشيخ كثير من الفتاوى، ذكرت كثير من الفتاوى للشيخ متنوعة ومتعددة في كتب الأثر، في كتب الفقه مبثوثة، وهي عديدة بحاجة إلى جهد لجمعها لتقدم. وسأكتفي بذكر مسألتين، اسمحوا لي أن أقرأهما قراءة حرفية خشية الزيادة أو النقصان. المسألة الأولى وهي جاءت هاتان المسألتان في كتاب الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد في الجزء الخامس. المسألة الأولى جاءت تحت باب اليتيم والقيام به، هذه المسألة جاءت تحت هذا الباب، ونصها: وبلغني أن موسى بن علي أتاه رجل فقال له: يا أبا علي، اجعلني في الحل من حصتك في سدرة. فقال له موسى بن علي: استحل شركاءنا، فالذي عندنا يدرك. فذهب الرجل فقال له قائل، يا رجل آخر سأل الشيخ موسى، قال له قائل: يا أبا علي، لما لم توسع له؟ فقال: لم أجعل إلى سدرة القوم سبيلا، لم أجعل إلى سدرة القوم سبيلا. هذا تجدوها في الجزء الخامس صفحة 48. وهذا يدل على حرص الشيخ على أموال المسلمين، وإن كان المال مما يتوسع فيه، خاصة وأن من شركائهم في السدرة من هو يتيم، بدليل أن جاءت هذه المسألة تحت هذا الباب، باب اليتيم والقيام به. والشيخ يستشعر قول الله سبحانه وتعالى، وهنا الورع: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صحيح الله عز وجل أباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب رفعا للحرج، لقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. والمعنى: إذا وجد كافر اليتيم مشقة في إفراد الطعام اليتيم وشرابه عن طعام وشراب أهله، أباح الله له أن يأخذ من مال اليتيم بما يرى أنه كافي بالتحري، ويقوم بخلطه مع نفقة أهله، والله يعلم من قصده الإفساد أو الإصلاح، مقيدا ذلك هذه المخالطة بالإباحة، لقوله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلعل الشيخ موسى رحمه الله رأى الناس يتساهلون في الأمر ويتجاوزون حلول الشرع فيه، بحيث أصبح منتشرا ومتعارفا عليه بين أفراد المجتمع، وكأنه مباح وجائز شرعا على الإطلاق. فأراد الشيخ بهذه الفتوى إغلاق هذا الباب وإرجاع الناس إلى الحكم الشرع وإلى قادة الصواب، وهذا من باب سد الذرائع، وهي قاعدة أصولية فقهية مهمة تأخذ بابا واسعا في الفقه. المسألة الثانية من الفتاوى الإصلاحية للشيخ، وهي تنم على شعوره الديني وعلى تقواه وعلى بعده ووعيه ونضجه السياسي أيضا. المسألة هذه جاءت تحت باب في الهبة، تحت باب في الهبة والعطية والإقرار، والذي صدر هذه العبارة، هذا الباب صدر بهذه العبارة: وليس للحاكم من إمام ولا قاض ولا وال أن يقبل من رعيته الهدية إلا ما كان يجري بينهما ذلك من قبل. ونص المسألة: وكان موسى بن علي رحمه الله يكون بنزوى يعتل فلا يقبل من أحد شيئا. هذه الجزء الخامس صاد أو صفحة 80. وصنيع الشيخ موسى هذا يدل على حرصه على سد وإغلاق باب العطايا والهبات أمام الولاة وأولي الأمر،
وأصحاب القرار من حكام وقضاة وغيرهم وولاة من أصحاب المناصب وذوي السلطة، إذ هذا مكمن الشر والفساد قديما وحديثا، وهو ما تعاني منه الدول إلا ما ندر. ولا شك أن هذا الصنيع يدل على تقوى الله، تقوى الشيخ وورعه. وهنا وظف الورع لسد باب هذه الذريعة. كذلك من مواقفه أو من شواهده الإصلاحية الجمع بين العلم والعمل، فالشيخ كان جامعا بين العلم والعمل، ومن كان ديدنه كذلك وهمته وصفته هكذا فهو من المصلحين. فالشيخ موسى رحمه الله لم يكن متقوقعا في وطنه إزكي، في بيئته، ولم يكن منغلقا على الناس، وإنما كان يعني مخالطا للناس ومشاركا لهم ومهتما بقضايا مجتمعه، بقضايا بلده، بقضايا أمته بأسرها. فكان له إسهامات كبيرة وجليلة أرجعت الحق إلى نصابه، وصحها كثير مما اعتراه من أو أرجع كثير إلى مساره الصحيح، وأزار كثير من الضبابيات التي قد حصلت على بعض المسائل. فهذا الرجل من كبار المصلحين.